بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة الرابعة واللي تتناول الكومن بيز كونفيجريشن. أخذنا المحاضرات السابقة الكومن إميتر كونفيجريشن، وأخذنا أيضا الكومن كولكتر كونفيجريشن. الآن الحقيقة شنو؟ نأخذ الكومن بيز كونفيجريشن. نبتدي مثل ما عودناكم بإكزامبل. الإكزامبل هذا الحقيقة مذكور عندكم 544 بالكتاب الموجود، ومطلوب عندنا نحسب حقيقة هذه المتطلبات. الكومن بيز يكون بهالصورة هذه، البيز مرتبطة بالجراوند، أوكي، وعندنا الانبوت على الإميتر والأوتبوت على الكولكتر. فقلنا شنو ترانزستور عنده 3 تيرمينالز، فأحد التيرمينالز هو grounded اللي هو البيز، والانبوت نعرفه على الإميتر والأوتبوت على الكولكتر. بالنسبة للأي نحسب الRE نحسبه بالدي سي أناليسز، ما راح أجي عليه حقيقة، عرفنا شلون نحسبه. نحسب الIE الدي سي أناليسز اللي هو شنو حقيقة، نأخذ الدي سي مثل ما أخذناه سابقا، ونحسب حقيقة عليه شلون نحسب الاي اي مثلا، نجي على الانبوت وبالتالي تحسب هذه الفي بي اي زائدا ار اي زائدا ناقصا هاي الفي اي اي، هو احنا مسميها في اي لانه على الاميتر، فالاي اي هو الفي اي الرئيسيه ناقصا في بي اي على شنو، على الار اي، وحسبناها في الصوره هذه. اوكي، نجي على البي حقيقة اللي هو احنا الموضوع مالتنا، الفائدة حقيقة ما تسأل هو نحسب الاي على نحسب الاري، الاري هو شنو اللي هو في تي على الاي، وحسبناه 20 اوم. الاري دائما قيمتها صغيرة، كلش صغيرة مثل ما ذكرنا سابقا. الاي سي اناليسيس اهم شيء حقيقة هو نرسم الدائرة، نرسم الدائرة مال الاكوفيلنس سيركت بالنسبة للدائرة اللي بالاعلى. حقيقة نهاية الفيديو راح ان شاء الله نشوف شو راح نرسم الدائرة، نرسمها سوية ان شاء الله. اوكي، مثل ما تلاحظون فقط بالكومن بيس كونفيجريشن ما موجودة هنا عندنا بيتا ار اي، انا كاتبها هنا نوت ار اي نوت بيتا ار اي ات ذا ايميتر اند الفا اي اي نوت بيتا اي بي ات ذا كولكتر. يعني الموديل مال الترانزستور بالنسبة للكومن بيز يختلف عن الموديل مال ترانزستور بالكومن ايميتر والكومن كولكتر. مثل ما تلاحظون عندنا شنو بالايميتر ار اي، لانه البيز جراوندد، اوكي، فمو بالبيز انما احنا شنو بالايميتر ار اي، وايضا التيار بالكولكتر هو ليس بيتا اي انما الفا اي، لانه الاي بي حقيقه انه البيز مرتبطه بالجراوند. فنلاحظ حقيقه الزد انبوت من هذه الجهه، شنو نلاحظ حقيقه، شوف الار اي هي بارالل للار اي، كابيتال ار اي هي شنو ان بارالل وذ سمول ار اي، ونحسبها القيم موجودة، فتقريبا حقيقة تساوي الار اي، لانه الار اي كلش عالية، الار اي مثل ما لاحظ قيمتها ب 1 كيلو اوم والار اي 20 اوم، فتقريبا حقيقة تساوي لنا ار اي 20 اوم 19.61 اوم. نحسب الزد او وذ في انبوت يساوي 0، الفي انبوت 0، فاذا الفي انبوت 0 مثل ما تلاحظون هنا، اذا الفي انبوت 0 معناته شنو الار اي حقيقة، هذا ايضا طبعا بالدي سي اناليسيس الاي سي اناليسيس هنا عندنا حقيقه شنو الفي انبوت 0، فبالتالي ار اي بتوين تو جراوند فراح تكون كانسل، يعني كانسل تروح عندنا، فيبقى عندنا الاي اي 0، فالاي اي ايضا 0، الفا اي اي 0، بالتالي هذا اوبن سيركت. فحقيقه شنو لاحظ بالزد اوت فقط الار سي اللي هي قيمتها 5 كيلو. اوكي، الآن نحسب الاي في، الاي في حقيقة نحسبه ببساطة انه الفي اوت، نشوف التيار نفس اتجاه الفولتية، فبالتالي في اوت يساوي ماينس ار سي اي او، اوكي، والاي او يساوي لي ماينس الفا اي اي مثل ما نلاحظ هنا حقيقة بالمعادلات، اوكي، في اوت ناقصا ار سي اي او، ويساوي لنا ار سي الفا اي اي لانه ماينس باي ماينس يصير بلس. الفي انبوت حقيقة هي الفي انبوت بين الإميتر والبيز والجراوند، البيز لأن جراوند هي نفس بين هذه النقطة وهذه النقطة الفي انبوت، فنقدر نحسبها هي عبارة عن شنو ار اي اي اي. اوكي، نقسم المعادلة الأولى على المعادلة الثانية ديفايدنج اكويجن 1 اوفر اكويجن 2، فراح يكون عندنا حقيقة بهالصورة هذه. اوكي،
في الف ار سي الفا اي اي على ار اي اي تختصر الاي اي ويطلع عندنا الفا ار سي على ار اي. بما انه الالفا قريبة على الواحد فراح يكون ار سي على ار اي والاي في وجدنا يساوي 250. عندنا مطلب اخر هو نريد نحسب ايضا شنو الكرنت جين اللي هو اي اوت على اي ان. حقيقة بالنسبة لاي اوت على اي ان اوكي نأتي الى جهة الانبوت فنشوف حقيقة هنا عندي شنو عندي كرنت ديفايدر هذا هو الكرنت الاصلي وهنا نريد احنا نجد الاي اي. فالاي اي شو يساوي لي؟ يساوي الكرنت الاصلي المقاومة البعيدة ار اي على مجموع المقاومات ار اي زائدا ار اي اوكي. فنلاحظ هنا شنو اي 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 الليميتر كرنت يساوي لي شنو الانبوت كرنت في المقاومة كابيتال ار اي على كابيتال ار اي بلس سمول ار اي اوكي. من هذا المعادلة نجد الاي اي الانبوت كرنت لان هو المعني بالجين و فنشوف حركة هاي المعادلة مالته. بقى عندنا الاي اوت. الاي اوت يساوي لنا ماينس الفا اي اي. الاي اوت هو ماينس الفا اي لان هاي النود شنو الواحد عكس الثاني اوكي. فحقيقة شنو نقسم اي اي يساوي لنا اي او على اي اي نقسم هذا الاي او على الاي اي ونجد حقيقة هذه المعادلة مالته الفا كابيتال ار اي على كابيتال ار اي بلس سمول ار اي ويساوي ماينس او 98 ويساوي تقريبا ماينس 1 لانه شنو مثل ما نلاحظ هنا الار اي قلنا كلش كبيره امام الار اي اللي هو 1 كيلو اوم وهذه اكبر من الذهب اكثر من 10 مرات فنقدر نقول ار اي زائد ار اي تقريبا يساوي كابيتال ار اي وار اي على ار اي تختصر فيبقى عندنا ماينس الفا والالفا حقيقه هي انه قريبه على الواحد اوكي. الان عندنا نوت مميزات الكومن بيس. اولا مثل ما نلاحظ الانبوت مالته امبيدانس شنو ريلاتيفلي لو انبوت اوكي ريلاتيفلي لو انبوت امبيدانس اوكي ريلاتيفلي لو انبوت امبيدانس. المقاومه مال الانبوت قليله لان قلنا تقريبا يساوي ناري اللي هي 20 اوم ف هاي اوتبوت امبيدانس اللي هي الار سي والكرنت جين ليس دان 1 ونيجاتيف معناتها النيجاتيف الاشاره السالبه معناتها اكو فيس شيفت بين الانبوت والاوت مقدار 180 درجه. الكومن بيز اذا حسب هاي المواصفات الكومن بيز هو شنو نو بريفربل حقيقه ما غير مفضل كامبليفاير. السبب شنو؟ لانه الانبوت امبيدانس مالته كلش قليله لان نحتاج حق انبوت امبيدانس كلش عاليه فالانبوت امبيدانس كلش قليله فلذلك هو غير محبذ كامبليفاير اوكي. رغم انه حقيقه الجين مالته مثل ما تلاحظون عالي الفولتج جين هو 250 وبوزيتيف يعني ماكو فيز شيفت بين الاوت والانبوت الا انه شنو الانبوت امبيدانس مالته كلش قليله فغير محبذ اوكي. الار او اذا حقيقه شنو هسه الان الحل مالتنا بدون الار او اذا وضعنا الار او هنا ما راح يتغير شيء. شكو موجود عندنا ار سي راح تكون الار سي ان بارلل وذ ار او. بما ان الار او بالنسبه لهذا النوع حقيقه من الكومن بيس تكون كلش عاليه بالميجا اوم فكانه حقيقه شنو الار او تهمل لانه ان بارلل وذ ار سي وتكون الغلبه انما للار سي اوكي. هذا حقيقه هو الكومن بيس. الان عندنا شنو هذا الكونفيجريشن الاخر اللي هو كومن كولكتر فيدباك كونفيجريشن. كولكتر فيدباك حقيقه هو عباره عن كومن ايميتر مثل ما تلاحظون انما هو النوع البايز اللي يختلف اوكي. انما كومن ايميتر الايميتر شنو ريليتد تو جراوند الانبوت على البيز والاوتبوت من الكولكتر اوكي. فايضا نحسب الار اي بواسطه دي سي اناليسيس مثل ما حسبناها سابقا. نجي حقيقه شنو لل drawing of the AC circuit. هذه قلت لكم شنو الدائرة حقيقة راح نرسمها فيما بعد في آخر المحاضرة أوكي نرسمها سوية إن شاء الله. نلاحظ حقيقة الـ IO المعادلات حقيقة هنا لازم تنتبه عليها. إذا نريد نحسب الـ Z input فالـ Z input هي شنو الـ V input على الـ IE هذه هي Z input الفولتية على التيار. فأولا نجي هنا حقيقة شنو هذا الـ IO اوكي نشوف ايش يساوي لنا هذا الاي او هنا فيساوي لنا هذا التيار الاي اي زائدا اي داش وهذا الاي اي هو بيتا اي بي
لان عندنا كمان ايميتر، فالموديل مالتنا هو بيتا ار اي وبيتا اي بي. اوكي الار او الان ناخذها بعدين نهايه اخر السؤال حقيقه راح نضيف الار او ونشوف شنو تاثير المعادله. هذه المعادله الاولى. المعادله الثانيه هو الاي داش شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفي اوت، لانه الفي اوت هي حقيقه هذه هي ايضا موجوده هنا، فالفي اوت الماينس الفي ان على الار اف، هذا الاي داش. اوكي في اوت شو يساوي لنا؟ الاتجاه مال الفولتيه مع اتجاه التيار يساوي ماينس ار سي اي او، والاي او هذه قيمته فنعوضه هنا مكان الاي او، فراح يكون ماينس اي اي داش بلس بيتا اي بي في ار سي. الفي انبوت شو تساوي لنا؟ تساوي لنا بيتا ار اي اي بي. اوكي هذه المعادله وهذه المعادله وين راح حقيقه نضعها؟ نضعها في هذه المعادله مال اي داش. فاي داش يساوي في اوت، في اوت هي هذه قيمتها عوضناها هنا ماينس، وماينس في ان اللي ماينس بيتا ار اي اي بي اللي هذه. الان شنو حقيقه نسوي ارينجمنت؟ هنا عندنا اي داش وهنا اي داش، فنعزل اللي يعتمد على اي داش بالجهه اليسار واللي يعتمد عليها بجهه اليمين. اوكي فحقيقه ترتبت بهالصوره هذه، والاي داش بالتالي راح يساوي لنا هذه قيمته دلاله الاي بي. اوكي هذا هو الاي داش. الان شنو عندنا؟ عندنا الاي اي اللي هو هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا اي بي بهذا النود البي وماينس اي داش. اوكي فالاي بي والاي داش هنا هذه قيمته، فنعوضه هنا، هنا ماينس وهنا ماينس بلس. الاي بي عامل مشترك خارج قوس، تبقى عندنا هذه المعادله الحقيقه. الفي انبوت ودنا شنو؟ اللي هي اي بي بيتا ار اي. اوكي بالتالي زد انبوت هي في ان على اي على اي اي. اوكي في اي على اي اي. اوكي والفي اي قلنا شنو؟ اي بي بيتا ار اي، والاي اي اللي هو هذا قيمته، وبالتالي حقيقه راح يختصر الاي بي، تبقى عندنا بيتا ار اي على هذا القيمه. الان الار اي حقيقه شنو؟ كلش قليله امام الار سي، لانه الار سي قيمتها تقريبا 2.7 كيلو اوم، والار اي وجدنا قيمتها هي 11 اوم، فحقيقه نقدر نسوي لها كنسل. اوكي فتبقى النتيجه عندنا بهالصوره هذه، زد انبوت بيتا ار اي على بيتا ار سي على ار سي بلس ار اف بلس 1، وايضا نسوي لها ارينجمنت، نقسم البسط والمقام على بيته، فتكون عندنا حقيقه بهالصوره هذه. نحسب الزد انبوت نشوفها حقيقه هي 566.16 اوم. اوكي الزد انبوت فهي حقيقه انبوت امبيدانس عاليه تقريبا. اوكي الان نحسب الزد اوت. الزد اوت وذ في ان يساوي 0، فالاي اي اي يساوي 0، اي بي يساوي 0، وبيتا اي بي راح يكون اوبن. فحقيقه هنا الزد اوت ننظرها من هذه الجهه، فشو نشوف؟ شو حقيقه الار سي وان بارلل وذ ار اف، يعني في ان 0 فهذا حقيقه ريليتد تو جراوند، فحقيقه هي عباره عن ار سي بموازاه الار اف، وتساوينا 2.6 كيلو اوم، ايضا اوت بوت امبيدنس عاليه. نحسب الفولتج جين، نرجع للدائره الاصليه مالتنا الاي سي سيركت. الفي اوت ماينس اي او ار سي، الاي او حسبناه سابقا هو اي برايم بلس بيتا اي بي ار سي. اوكي فحقيقه هنا شنو؟ نعوض قيمه الاي داش اللي وجدناه بحساب الزد انبوت انبوت امبيدانس، ونجد حقيقه في الصوره هذه الماينس بيتا اي بي مشترك عامل مشترك، فتبقى عندنا 1 ماينس هذا القيمه. الان الجين هو عباره عن في اوت على في ان، في ان قيمتها هي شنو؟ بيتا ار اي اي بي هذه، وهنا عندنا ماينس بيتا اي بي، فراح تختصر البيتا اي بي مع البيتا اي بي، تبقى عندنا شنو؟ الار سي على الار اي هذا البقت، وهذا القوس يبقى نفسه، والساين ماينس لانه نعرف الكومن ايميتر هو دائما اكو فيز شيفت بين الاوتبوت فولتج والانبوت فولتج مقداره 180 درجه. اوكي الان نوحد المقامات. اوكي و
نجد الصيغة مال الجين النهائية اللي هي ماينس ار ار اف على ار سي بلس ار اف في ار سي على ار اي. اوكي الان حقيقة اكو اسامبشن معين، الار اف هي حقيقة دائما هواي اكبر من الار سي. اوكي وبالتالي الجين نقدر نكتبه بصور ماينس ار سي على ار اي، والجين يساوي ناقص 240.86 بالنسبة لهذا الاكزام. اوكي الافكت اوف ار او، الافكت حقيقة ار او ما راح تاثر. ليش؟ لان يعني الار او يعني مو ما راح تاثر، انما لها تاثير، لكن شنو هي ما تاثر بالنسبه لصيغه الفورمولا، لانه شكو عندنا ار سي نضع مكانها ار سي ان بارالل وذ ار او، يعني كل الصيغ السابقه الموجوده عندنا المعادلات شكو عندنا ار سي نضع مكانها ار سي ان بارالل وذ ار او، بدل قيمه الار سي وحدها راح نضع ار سي بموازاه الار او ونحسب النتائج مالتنا. اوكي فحقيقه ار او وجدنا حقيقة هذا النتائج بوجود الـ RO، Z input هي 617 والـ Z out 2.35 والجين ناقصا 209. الحقيقة تأثير على لأنه الجين 240 هنا 209، فشنو قللت الجين؟ السبب شنو؟ لأن انبرلل، بالتالي حقيقة شنو راح تقلل القيمة مال زادت الـ input impedance عندنا، والاوت اوت امبيدنس حقيقه شوف القيمه مالتها شنو الفرق مالتها 2.6 هنا وجدناها 2.35 قلت الاوت اوت امبيدنس والجين ايضا قل وجود الار. اوكي حقيقه الان نجرب اذا هذه شوف شلون حقيقه راح نرسم او حقيقه راح اسوي لكم فيديو اخر اراويكم بيه حقيقه شلون راح نرسم الاي سي ايكوفالنت سيركت. اوكي هذا حقيقه الفيديو الاول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.